دجلة تطل هذه الأحياء بالموصل. ثلاثة أحياء تداخلت ببعضها وضاعت الحدود بينها، وتغيب أيضا حدود المنازل بفعل القصف العنيف الذي تعرضت له المدينة وخلف دمارا هائلا. يتجول أبو عبيدة بحسرة فوق أطلال منزله، يقول إنه يراجع الجهات الحكومية دون جدوى. أخي تراجع الجهات المعنية، أشوف الجهات المعنية، سجل لك فايل، سجل لك هاشتو، تعني بعد شهر بعد شهر تجي تقول لي والله ما جت موافقة من بغداد، أو ماكو بعد أي شيء إجراء ماكو. تتلكأ الحكومة في رفع الأنقاض من مدينة الموصل، يقول الناشطون، وترد الحكومة بأن حجم الدمار يفوق طاقتها على التعامل معه. فحجم الدمار في المدينة يتجاوز عتبة 80%، وهناك مواقع دمرت بشكل كامل. في مرحلة معينة كان هناك عمليات تجريف للدور، الهدف منها رفع الأنقاض، ولكن حقيقة كانت العملية غير منظمة، وأدت حقيقة إلى ضياع معالم المدينة بالكامل وضياع حدود تلك الدور. قسم من هذه الدور تم ردمها بالأنقاض بعمق يصل إلى 6 أمتار، وبالتالي عملية تحديد حدود هذه الدور يحتاج إلى عملية إعادة حفر مرة أخرى. لكن الناشطين يتهمون جهات حكومية بالمماطلة في إعادة إعمار الموصل، ويتحدثون عن خطط ترمي لتحويل أحياء المدينة القديمة إلى مرافق سياحية، أمر إن تحقق فإنه يعني تجاوزا تاما للقيمة التاريخية للمنازل والأحياء. ركام وخراب بقيا شاهدين على الكلفة الباهظة للحرب، أحياء بأكملها دمرت وسويت منازلها بالأرض، لكن المدينة لا تزال تصارع لاستعادة هويتها بإعادة ترميم بيوتها ومواقعها الأثرية وأسواقها القديمة. غسان خضر، العربي، الموصل.